رجلك في روم حرك على ايه؟ أنا اسمي حذيفة أحمد جمال عبود من معارة النعمان. نحن صار علينا ضرب كتير فلذلك طلعنا ومات عمي وجوز عمتي، فلذلك طلعنا وطلعنا في ثيابنا. صار ضرب كتير يعني فلذلك نحن طلعنا من المعرة. نعم ضرب كتير يعني ما حد بيتحمله. طلعنا في غرضنا بس. طلعنا وقدينا على راجل هون ساكننا في بناي على العظم قعدنا فيها. بدي كل يوم مشان اتدفى، بدي في سيارة بقطع شيء يعني 20 كيلو مشان اعبي صنوبر واخطع اللي بتدفى عليه. وبالرجعة كمان رح يرى سيارة ريحة بعلق معه برو على البيت. بدي لو انا بلقطه للصنوبر بعبي الكيس بعت له ضهري للطريق. وحي الله واحد مارق بياخذ لي اياه لتحت على رجع. طيب شو السبب انه انت عم تطلع بطلقة صنوبر؟ لأنه ما في مصاري نشتري حطب. فلذلك بطلع لهم صنوبر مشان اتدفى عليه. أمور معيشتنا كان عندنا له طاقة بعنا صرنا نخرج حقه. نعم. فلذلك طلعت صرت لهم صنوبر مشان ما نشتري حطب. أنا أختبخ الصنوبر على البيت، أخواتي بيقولوا بكيفه لأنه أنا أخذ الصنوبر على البيت عشان يدفوا عليه. حطه وناخذ أخواتي بصير حط له الصوبة عشان يدفوا عليه. أحيانا بطلع مرتين ثلاثة أحيانا مرة بطلع بالنهار. طيب الأيام اللي بيكون فيها مطر وطين وهواء كيف بتطلع؟ شلون بتحسن تطلع فيها؟ بطلع بلبس بدريسي وبطلع بلقى الصنوبر وبخطع على البيت. هالعمل مو صعب عليك؟ صعب بس يعني ايش اسوي؟ ما في حدا يعني انا اكبر واحد في العيله. نحن 10 تنفس في البيت. 6 بنات وولدين والاب والام. عندي اخوي صغير عمره 2 ما بحسن يشتغل معي. فلذلك بطلع انا لوحدي بلم صنوبر برجع.